أسعد الله صباحكم الزول في اللون، مشاهدينا الكرام، مستمعي راديو شمس فام في عدد جديد من حصتكم اليومية قهوة وجورنال، اللي راح نطرقوا من خلالها إلى ما جاءت به الصحافة الوطنية لنهار اليوم الخميس، بالإضافة إلى باقي فقرات البرنامج وضيف الحصة. كالعادة نبدأ بمعرض الصحافة وبجريدة النهار اللي فتحت صفحتها الأولى بعنوان قالت فيه: كنت أقيم في حي للشرطة وزرت كولومبيا في 2016. هكذا أدلى المتهم الرئيسي في قضية محاولة إغراق الجزائر ب 701 كيلوغرام من الكوكايين بتصريحات واعترافات جديدة خلال المثول الثاني للاستجواب في الموضوع لدى قاضي التحقيق بالقطب الجزائري المتخصص بمحكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة. وكشف عن كافة تفاصيل حياته الشخصية وكيف جمع ثرواته على مدار 25 سنة فضلا عن تجارته في اللحوم المستوردة وسفريته نحو دول أمريكا اللاتينية على غرار البرازيل وكولومبيا. هذه شروط الاستفادة من إعانة 5000 دينار في رمضان، وإن وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية جملة من الشروط مقابل تحويل قفة رمضان إلى مبلغ مالي بداية من السنة القادمة. ستكون عبارة عن 19 تطبيق يتوجب على الشخص المعني الاستجابة إليه. سياسيا، قالت النهار: ولد عباس يستقيل من قيادة الأفلان بعد إصابته بأزمة قلبية. وإن استقال أمس الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس من على رأس الحزب العتيد، وذلك لأسباب صحية حسب مصادر من الحزب. وإن أكدت بأن الأخير أودى عطلة مرضية لمدة 45 يوم، حيث سيتم تسيير الحزب من قيادة أو من قبل قيادة جمعية برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني معاد بوشهر مؤقتا إلى غاية عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب. بكالوريا 2020 ستكون في 3 أيام رسميا، وإن أعلنت أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رسميا على أن مشروع إعادة تنظيم امتحان البكالوريا سيكون بداية من الموسم الدراسي 2019-2020 من خلال تقليص أيام الامتحان من 5 إلى 3 أيام، معلنة أن مادتي التربية الإسلامية والتاريخ ستكونان ضمن الامتحان الكتابي للبكالوريا. إلى المحور، قالت إشراك الجالية لإنقاذ معاشات الجزائريين، وانضمت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني للحكومة في مسائل بحث عن موارد مالية لضخها في صندوق التقاعد من أجل إنقاذه من الإفلاس، حيث أوجدت موردا ماليا جديدا للصندوق يتعلق بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج. سيصبح بإمكان الجزائريين العاملين بالمهجر الاستفادة من معاشات من الجزائر مقابل دفع اشتراكات بالعملة الصعبة. وقت الجزائر، قالت: طرد 55 برلماني سابق من إقامة الدولة. وإن تم أمس طرد 55 نائب برلماني سابق ممن شغلوا أو شغلوا هذا المنصب ما بين سنة 1997 إلى 2002 بالقانون من مقر إقامة الدولة ميموزا بسطوالي بالجزائر العاصمة، وقد رفض النواب السابقون مغادرة المبنى في وقت سابق وبقرار إغلاق البوابة التي تؤدي إلى إقامتهم، وكذا قرار إدارة إقامة الساحل بنادي صنوبر الذي يقضي بطردهم. الإخبارية قالت: ويحيى لا زيادات في أجور عمال الأسلاك المشتركة حاليا. ونكد الوزير الأول أحمد ويحيى على عدم وجود إمكانية لرفع رواتب عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى أن زيادة مماثلة قد تدفع عمال الأسلاك الأخرى للمطالبة بزيادة أخرى، وهو الأمر الذي لا يمكن للخزينة العمومية تحمله. إلى المساء، قالت: 14% من الجزائريين مصابين أو مصابون بالسكر، وإن أثبت تحقيق وطني أنجزته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة بين سنتي 2016 و2017 أن أزيد من 14% من الجزائريين البالغين بين 18 و69 سنة يعانون من مرض السكري. إلى البلاد، قالت: 240 مليار تعويض للفلاحين خلال 2018. وانكشف أمس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيل أنه تم تعويض الفلاحين بأكثر من 420 مليار سنتيم منذ بداية السنة إلى غاية 30 سبتمبر الفارط، داعيا إلى سن قانون جديد خاص بالتأمين الفلاحي، لا سيما أن هذا القطاع يعد البديل عن المحروقات. إلى الإكسبريسيون، قالت: رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الانتخابية ل 29 ديسمبر
القادم. واستدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الانتخابية ليوم 29 ديسمبر المقبل لتجديد النصف لأعضاء مجلس الأمة حسب المرسوم الرئاسي الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية. تتكون الهيئة الانتخابية حسب ما تشير إليه المادة الثانية من المرسوم من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية. لوريزون قالت الأنشطة الترفيهية في المدرسة وإن التعليم من خلال اللعب ممارسة نشاط مرح لأغراض تعليمية واستراتيجية تربوية تعتمد على الاكتشاف والاتصال والاسترخاء حيث يمكن أو يمكن لمفهوم المتعة أن يساعد الطفل على التطور فيظل متحفزا أثناء دراسته، كما يمكن أيضا أن يساعد المعلم على جذب المزيد من الاهتمام من تلاميذه ودعم من يعانون من صعوبات في التعليم. ولقد خصصت وزارة التربية الوطنية في برامجها الجديدة ساعة لهذه الأنشطة لأن أسلوب تعليم الأطفال باللعب قائم على فكرة التداخل مع ما يسمى مواضيع أساسية في النظام التعليمي، هكذا قالت لوريزون. مشاهدينا